يعني الشروط الصلاة 9، لو عدم شرط واحد لا تصح الصلاة. ليس بالضرورة أن تعدم الشروط 9 كلها، لا، لو واحد، واضح؟ لو أن توفرت الشروط كلها إلا أنه متعمد لا يتوضأ ما تصح صلاة. طيب إذا انعدمت الشروط كلها من باب أولى، لكن لو شرط واحد تخلف مع القدرة عليه مع الإمكان فلا تصح الصلاة. طيب كمل.